الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. من اشتاق للجنة هجر الشهوات واللذات في الدنيا. الدنيا كالحلم تمر مر السحاب، ساعة من زمن ثم تنقضي، ألا إنها رحلة بدأت وسوف تنتهي. هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انقضاء؟ هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك إلى انتقالي؟ وما دنياك إلا مثل ظل أظلك حينا ثم آذن بالزوال. أحبتي، ليس المطلوب ترك الدنيا بتاتا، فإن هذا ليس بالإمكان، ولكن المطلوب الاعتدال في طلبها على وجه مباح لا يصد عن ذكر الله وطاعته. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لو لم يكن في الدنيا عيب إلا أن أهلها يموتون لكفاها.